ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. أسجحوا يعني تساهلوا. إسجاح هو التساهل واللين. أسجح يعني لانا لانا. وفي بعض النسخ وأسمحوا من السماح يعني سمحوا لهذا. فسواء أسجحوا أو أسمحوا فمعناه أنهم لم ينكروا وإنما لانوا مع هذا القول، لانوا مع الجهمية ما أنكروا عليهم. هل توقفوا؟ هذا معناه إسجاح أي لين معهم. نعم.